أكدت محكمة التحكيم الرياضي تلقي طلب من نادي الهلال السعودي للنظر في احتجاجه على إشراك الأهلي الإماراتي للاعب أسامة السعيدي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا على أن تصدر قرارها قبل الثالث من شهر نوفمبر في القضية. تشهد الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم مباراة ريال مدريد مع لاس بالماس. آخر مباراة بين الفريقين انتهت لمصلحة الريال بسبعة أهداف مقابل لا شيء عام 2002. في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ولحساب الجولة 11 يلتقي نادي تشيلسي مع ضيفه نادي ليفربول. تشيلسي لديه 11 نقطة بالمقابل لدى ليفربول 14 نقطة.